السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوف صفحة 196 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. عندنا درس ديال الأورتوغراف سي سي سي. كتسمع سمع شنو كنطق سي سي سي. كتلاحظوا بأن الكتابة ديالهم مختلفة ولكن نفس النطق عندهم جميع. هادو كيتسمعوا لي زومونيم في الفرنسية. هنا ما عطاكمش الاسم ديالهم لان كيقول لكم من بعد الخامس والسادس غادي يعطيوكم الاسم ديالهم الحقيقي. دابا خصك تعرف بانهم كيتنطقوا نفس النطق ولكن ما كيتكتبوش نفس الكتابة. عاد تقول لي مثلا كيفتيهم عليا شي واحد كاين عندنا نعرفهم، غادي تعرفهم من السياق. فهمت؟ غادي تعرفهم من خلال السياق. مثلا ما نقول لك سي مون ستيلو، كتعرف بان هذا انا كنشير الستيلو ياك، سي مون ستيلو هذا ستيلو. ولكن انا قلت لك مثلا لو غارسون ا راماسي سي ستيلو، الولد راه جمع ستيلوياتو، تعرف بان هاد سي. اذا من خلال السياق عرفنا بان سي مون ستيلو غنكتبو هادي، ولو غارسون ا راماسي سي ستيلو غنكتبو هادي. واضح؟ جوبسيرف اي جو ديكوف. ولاحظ واكتشف. اومار دي ا سي زامي، هانت اومار دي ا سي زامي، كتعرف بان نكتبو هاد هاد سي لان ادجكتيف بوزيتيف. صحابو هو عمر قال صحابو. ريغاردي سي بيزاج، شوفوا لاحظوا هذه المناظر. ريغاردي سي بيزاج كوم ايل سون بو، شحال زوينين. او سي فانتاستيك، او سي فانتاستيك، او هذا رائع. ريبليك رشيد، يقول رشيد. هذا اذا لاحظتوا بان استعملنا هاد سي، استعملنا هاد سي، واستعملنا هاد سي، هما كاملا مختلفين لا في الكتابه ولا في المعنى ديالهم، ولكن عندهم نفس النطق. هذوك ملي كنسميهم لي زومونيم، لان ما عندناش غرض بالاسم، عندنا غرض غير تفهموا فوكاش كنستعملوا كل وحده فيهم. هنا عندنا كي بارل، شكون اللي هضر؟ ها هي هنا عندنا الجواب اومار دي اسيزا اسيزامي. اذا سي اومار كي بارل، اذا اومار كي بارل، إذن الجواب سي أومار كي بارل. وهنا السؤال الموالي أكي سادريس تيل، لمن موجه الهضرة ديالو؟ أكي سادريس تيل؟ الجواب إل سادريس أ سي زامي، إل سادريس أ سي زامي، يعني موجه الكلام لأصدقائه. شوفوا السؤال الثاني، السؤال الثاني كومون سون لي بيزاج. هنا regardez ces paysages comme ils sont beaux. اذا comment sont les paysages؟ ils sont beaux. les paysages sont beaux. المناظر جميلة، المناظر جميلة. نمر الى المرحلة الموالية. je réfléchis et je comprends. Quels sont les mots qui se prononcent de la même manière dans le texte؟ شنو هما الكلمات اللي كيتنطقوا نفس النطق في النص اللي شفنا الفوق؟ شنو هما الكلمات اللي كيتنطقوا نفس النطق؟ الكلمات اللي عندهم نفس النطق هي les mots sont، الكلمات هم سي 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 سي. السؤال الثاني قال لك سي مو، هاد الكلمات s'écrivent-ils de la même façon؟ واش كيتكتبوا بنفس الطريقه هاد الكلمات اللي شفنا سي سي سي، واش كيتكتبوا بنفس الطريقه؟ الجواب هو نو. الجواب الثاني هو نو. بغيت تزيد تكمل تقول نو ils ne s'écrivent pas de la même façon. نو ils ne s'écrivent pas de la même façon. شوفوا السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول quelle est la nature du mot qui vient après c؟ شنو هي طبيعه الكلمه اللي كتجي مور سي؟ ان هنا شنو عندنا؟ سي فانتاستيك، سي فانتاستيك، انه رائع. اذا شنو هي طبيعه ديك الكلمه ديال رائع؟ شنو هي طبيعه ديك الكلمه ديال رائع؟ سي ان ادجكتيف، كلمه فانتاستيك راه سي ان ادجكتيف، هو نعت. كنعتو اليا سميتو هذاك لي بيزاج بانهم رائعين، يعني زوينين بزاف. هنا السؤال رقم 4 كيلي لا ناتور، شنو هي طبيعه
الكلمات الأسماء ديمو الكلمات كي فيان أبخي سي إي سي كيل لو جونغ إي لو نومبر دو شاكان دو عتقولنا هادوك اللي جات مور سي مثلا سي زامي واللي جات مور سي كنقصدو بها سي بيزاج سي زامي وسي بيزاج إذا نديك أمي و بيزاج شنو لا ناتور ديالهم يعني شنو الطبيعة ديالهم واش اسم ولا فعل ولا حرف فهمت اذا شنو الطبيعه ديالهم نقولوا لي مو كي فيان ابري سي سي سون دي نون اسماء امي ماسكولين هنا لو جونغ اي لو نومبر ماسكولين بلوريال يعني لو جونغ ديالو راه مذكر و لو نومبر ديالو العدد ديالو راه جمع هنا بيزاج حتى هي ماسكولين بلوريال يعني جات مفرد عفوا جات مذكر جمع فهمت اذا زدنا لهم راهم عندهم S. هنا السؤال الخامس قال كومون بوتو ديستينغي سي دو سي باش كتفرق بان بين هاد السي هادي والسي هادي هاد السي نتوما كتعرفوا بان من اسماء الاشاره مثلا كنشير كاين عندي ستيلوات بزاف كنقول سي ستيلو هاد ستيلويات وهنا هاد سي كنقصدوا بها ستيلوياته هو اقلامه ستيلويات ديالو سي هذا ادجكتيف ديمونستراتيف وهذا ادجكتيف بوسيسي ولكن كيفاش كنفرقوا بيناتهم حنا نحولوهم للمفرد باش نقدروا نفرقوا بيناتهم اذا شنو نقول جو بو لي ديستينغي جو بو لي ديستينغي نقدر نميز بيناتهم باغ لو سينغولي بالمفرد ديالهم مثلا هاد لو سينغولي لو سينغولي دو سي هي سيت ولا سو ولا سيت المفرد ديال سي ممكن يكون سيت اذا كانت مؤنث ممكن يكون سو ممكن يكون سيت ولكن المفرد ديال هاد سي هادي هي سا ولا سون مثلا سي ستيلو المفرد ديالو كنقولو سون ستيلو مثلا هادي سي كاي المفرد ديالها هو سو كاي فهمت سي فواتور المفرد ديالها هو سيت فواتور مثلا واضح نشوفو جو روتيان شنو عندنا شنو عطينا قالك il ne faut pas confondre قالك ما خصناش نخلطو il faut pas confondre ما خصناش نخلطو ما بين سي و سي و سي ميم سيل سو برونونس دو لا ميم فاصون رغم انهم كيتنطقو نفس النطق ما خصناش نخلطو بيناتهم سي اي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف سي راه بحال كنقول هادو سي لو بلير سو سي لو بلوريال دو سو ولا سيت ولا سيت فهمت اكزامبل سيت ريال كتولي من كتولي في الجمع كتولي سي ريال اذا المفرد ديالها هو سيت هنا سي اي ان ادجكتيف بوسيسيف هذا دي ديمونستراتيف اسماء اشاره هذه بوسيسيف ديال الملكيه ديالي ديالهم ديالك فهمت سي لو بلوريال دو سا مثلا سا فواتور سي فواتور سون ستيلو سي ستيلو اما يكون جمع ديال سا ولا ديال سون اكزامبل سا كارت بوستال سي كارت بوستال هاد سي بحال كنجمعو سو مع اي هذا هو مثلا سي مون ستيلو بحال كنقولوا سو اي هذا اي هذا هو ستيلو ديالي اذا لو برونون سو بلس اي من كنخلطهم كتولي لنا هاد سي هادي اون بو رومبلاسي سي بار سولا اي سولا اي اكزامبل سي اون رويال اتروات انها زنقه ضيقه سولا اي اون رويال اتروات يعني بحال قلنا سي بحال قلنا سولا اي واضح يمكن كيتلاقى او مع او كنحيدو الاول بحال اللي كنقولوا في العربيه اذا التقى ساكنا فحذف ما سبق هذه صفحه 196 منها الى اللقاء